من قناة الجزائر الدولية حديث الجزائر. طابت أوقاتكم أينما كنتم. في مستجد مساعي حل الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة دعمه للتغيير السلمي في البلاد، لكن بشرط أن يكون دون صفقات سياسية أو الالتفاف على إرادة الليبيين، كاشفا أن حكومته طلبت من الأمم المتحدة زيادة مستوى التنسيق في ليبيا للرفع من الجاهزية وإجراء الانتخابات. في نفس الاتجاه سار رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حيث أكد خلال لقائه الثلاثاء مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكد دعم المجلس لكافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الحالي. وفي المقابل لا زال مجلس النواب يرفض خطة باتيلي فيما انقسم مجلس الدولة، لكنه يميل ضمنيا للرفض كذلك بسبب مقترح باتيلي الذي يقضي بإنشاء لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات، ما يعني آليا إلغاء دور المجلسين في الإشراف على إجراء الانتخابات. أما المجتمع الدولي فأغلبه يميل إلى الترحيب بالمبادرة. أمام هذا الانقسام الليبي، ما مصير خطة باتيلي ولماذا لا زالت لا تحظى بالإجماع الداخلي، وإلى أي مدى سيعطل ويؤثر رفض مجلسي النواب والأعلى على المساعي الأممية؟ هذا وغيره في حديث الجزائر اليوم مع ضيوفي، بداية من ويلز ببريطانيا السيد فرج فركاش باحث سياسي معنا عبر الهاتف، ومن طرابلس سيد عادل عبد الكافي خبير ومستشار عسكري واستراتيجي عبر الهاتف كذلك، ومعي هنا في الاستوديو الدكتور حكيم بغرارة المحلل السياسي. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ بضيفي من طرابلس السيد عادل عبد الكافي. سيد عادل، رئيس الحكومة أو حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد بيبا أعلن دعمه للتغيير السلمي وإجراء الانتخابات الليبية، وهو من الداعمين لخطة باتيلي. كيف يمكن أن ينعكس هذا الموقف على إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا؟ تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام ومستمعينكم ومشاهدينكم. بالتأكيد هناك يتطلع في الداخل الليبي بالذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن يكون على أسس صحيحة من ناحية قوانين الانتخاب، لأن طبعا التعديل 13 الذي طالب به مجلس النواب كذلك أيده بعض الشريحة من أعضاء مجلس الدولة لم ينال رضا الشارع الليبي، لأنه تجاوز عدة مواد هامة بشأن المترشحين، لم يذكر فيه عملية ترشح العسكري دون أن يتنازل ويبتعد عن الخدمة العسكرية، كذلك مزدوج الجنسية، فحقيقة التعديلات هذه معيبة جدا. كذلك هنالك ضغط وسعي حثيث من الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك شركاء الأوروبيين بشأن إحداث استقرار في ليبيا من خلال العملية الانتخابية أو إنجاحها. طبعا على الصعيد سواء كان العسكري أو السياسي هنالك سعي حثيث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، جمعت رئاسة الأركان في طرابلس، كذلك النظوري ممثل معسكر الرجمة في روما بشأن إنشاء قوة مشتركة حتى يتم حماية الحقول النفطية وآبار الغاز من المرتزقة الفاغنر الذين يحتلون جزء من الأراضي الليبية وقواعد عسكرية استراتيجية. كذلك الداخل الليبي متمسك بالنجاح العملية الانتخابية، فلذلك هنالك سعي من الأمم المتحدة ودعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن خطة باتيلي، وهي تجاوز مجلس النواب ومجلس الدولة الذين جثموا على صدور الليبيين ما يقارب عن 10 عوام و11 عام دون الوصول إلى التوافق أو التفاهم بشأن الذهاب إلى الانتخابات. هذه الشخصيات حقيقة لازالت تتمسك بالكراسي وبالسلطة، لا تريد الخروج من المشهد بأي شكل، فعملية التلاعب الذي يمارس من قبل هذه الأجسام والتي هي مدعومة من بعض الدول حقيقة تريد أن تهيمن على العملية السياسية، وهي من تضع الخارطة السياسية للوصول إلى الانتخابات بشروط معينة. فلذلك أتصور الدعم الذي يناله السيد باتيلي الآن
من الولايات المتحدة الأمريكية سينجح، لأنه حدث تواصل بينه وبين بعض الشخصيات الاجتماعية كذلك السياسية وبعض التيارات السياسية بشأن تكوين جسم آخر لخروج بخارطة الطريق في أقرب أجال حتى تنجح العملية. نعم سيد عادل. نعم. نعم سيد عادل. سيد فرج، عبد الحميد دبيبة قال ندعم التغيير السلمي دون صفقات سياسية أو الالتفاف على إرادة الليبيين، أي صفقات سياسية يقصدها ويرفضها الدبيبة؟ سيد فرج، سيد فرج فركاش. نعم أستاذ حمزة، هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك، هل استمعت إلى سؤالي سيد فرج؟ نعم، تتكلم عن تصريحات دبيبة حسب ما سمعت. تحدث نعم. عن صفقات، أنه يجب التغيير السلمي دون صفقات سياسية أو الالتفاف على إرادة الليبيين، أي صفقات سياسية يتحدث عنها الدبيبة ويرفضها؟ نعم أستاذ حمزة، أولا مساء الخير، شكرا على الدعوة وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بضيوفك الكرام وبالمشاهدين. طبعا لا يخفى على أحد أن مجلس النواب ما قام به من خطوات منذ سحب الثقة الجدلي من حكومة دبيبة الذي تم في مارس السنة الماضية، مرورا بتعيين السيد بشاغة بعيدا عن أي توافق ليبي، وأيضا التقاربات التي حصلت والشذ والجذب الذي حصل بين المجلسين، هي في الواقع كلها مشاريع أعتقد ربما ونقول بصريح العبارة أنها طبخت في مطبخ المخابرات المصرية للأسف. معظمها تأتي لإطالة أمد الأزمة وبقاء المجلسين على حساب استمرار الأزمة السياسية في البلاد والانقسام الحاصل، وهذا أعتقد ما يلمح له السيد بيبة، ونحن نتفق معه وطرحنا هذا قبل أن يطرحه هو نفسه. طبعا المجلسان كنا سندعمهما لو أقصد هنا مجلس النواب ومجلس الدولة، كنا سندعم توافقهما لو ركزوا فقط على القاعدة الدستورية التي فشلوا في إخراجها في عدة لقاءات واجتماعات ماراثونية في المغرب في مصر في القاهرة وأيضا في جنيف، ولكن للأسف لم يخرجوا بشيء إلا فيما يصب في صالح بقائهم وصالح تمسكهم بالسلطة أكثر وخلق مزيد من الإلزامات. هم الآن يخططون عبر التعديل 13 الجدلي الذي ربما سنتطرق إلى بعض التفاصيل التي جاءت فيه، هم يسعون إلى ربما رسم المرحلة السياسية القادمة من خلال تقاسم المناصب السيادية بدون أن تكون لهم الشرعية الانتخابية الواضحة. نحن نعلم أن خارطة الطريق التي جاءت كتعديل للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في ديسمبر سنة 2015 جاءت لتعديل هذا الاتفاق، وأيضا جاءت لكي تجدد الشرعية السياسية. هم لازالوا يصرون على الاستمرار في البقاء حتى ولو كان استمرارهم غير طويل الأمد، يريدون أن يرسموا مراحل المرحلة القادمة من خلال تقاسم المناصب السيادية، وأيضا ربما يسعون أيضا لتغيير السلطة التنفيذية من جديد بشقيها الحكومي والرئاسي، وهذا للأسف سيدخلنا في صراعات أخرى جديدة. نحن نعلم ما حصل عندما تم تعيين حكومة السيد بشاغة كما أسلفت الذكر بطريقة غير توافقية، شكك فيها حتى الأمين العام للأمم المتحدة ولم يعترف بها العالم، وحصلت على اعتراف روسي يتيم ثم تراجع هذا الاعتراف، ورأينا الآن السفارة الروسية والسفير الروسي موجود في طرابلس. فأعتقد كلام السيد بيبة واضح، وهو أن المجلسان يسعان مهما حاول أن يغلف هذا التوافق بأنه من أجل يعمل انتخابات، ولكنه في الواقع هو من أجل
التمديد والبقاء حتى ولو بطريقة غير مباشرة، لأن ما يسعى إليه سيزيد من حدة الانقسام وخلق الأزمات، وهذا ما يترعرع فيه المجلسان للأسف. نعم نعم سيد فرج. دكتور حكيم، لما يتحدث السيد عبد الحميد بيبة عن صفقات سياسية أو تخوفه من صفقات سياسية والالتفاف على إرادة الليبيين، مما يتخوف بالتحديد عبد الحميد بيبة برأيك؟ لا أعتقد بأنه متخوف من أي أمر، طالما أن هذه الأجسام السياسية في ليبيا هي متفاهمة على إدارة الأزمة الليبية بالأزمات والتصريحات الإعلامية، وبالتالي فالسبيل الأقصر لحل الأزمة الليبية هو استقالة كل هذه الكيانات السياسية وترك الشعب الليبي يختار من يمثله في المؤسسة التشريعية أو في مؤسسة الرئاسة، لأن الخطأ الذي تقع فيه الأمم المتحدة هي تنظر إلى الانتخابات كغاية وليست كأداة لإحداث التغيير نحو الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا. عبد الحميد دبيبة يمكن الرجوع إلى استقباله لرئيس الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز، قال له دبيبة تعالوا وافتحوا سفارة أمريكية في طرابلس والأمور مستتبة، وقال له بأنني في غضون 3 سنوات سأصدر 3 ملايين برميل نفط من الحقول الليبية. ألا يمكن اعتبار هذا الأمر صفقة كذلك؟ لأن ويليام بيرنز عندما ذهب إلى بنغازي ذهب وكأنه يسدي أوامر إلى شرق ليبيا بضرورة التهدئة وبضرورة التوافق على حل سياسي. لكن الإشكال الكبير الذي يخفله الجميع في ليبيا هو هذه المفارقات الكبيرة بين الأجسام السياسية. لاحظ بأن الانتخابات الكل يعتبرها غاية، لكن أين هي الظروف؟ لماذا لا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لإجلاء المقاتلين الأجانب أو المرتزقة الذين يتواجدون في ليبيا؟ هل من الناحية القانونية والدستورية إجراء انتخابات في ليبيا مع تواجد قوى أجنبية بدون اتفاقيات وبدون أعراف وبدون معاهدات؟ ألا ينقص هذا من شرعية الانتخابات؟ ثم ماذا يضمن لك بأن الشرق والغرب سيعترفون بنتائج الانتخابات وحتى الجنوب مطروح بقوة فزان وعليه؟ فالأمور هي أخطر بكثير. الأرضية غير محضرة، يعني الأرضية غير محضرة، الأرضية فيها مفارقات كبيرة. لاحظ عبد الله باطيلي في تصريحاته يقول بأنني عندما طفت أنحاء ليبيا والتقيت بالمجتمع المدني وبالأحزاب السياسية وبأطراف الأزمة في إحاطته إلى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، قال بأن هذه الأجسام السياسية أو هذه المؤسسات هي فاقدة للشرعية تماما في داخل ليبيا، وهو ربما ما يبرر خطوته بإنشاء لجنة رفيعة المستوى تضم الأعيان والأحزاب والمجتمع المدني والنساء والشباب الذين، وهو الأمر الذي عرضه مجلس النواب والمجلس على الدولة أيضا. أكيد، لأن هؤلاء الأسامي هذه ليست مؤسسات، هؤلاء أشخاص يتحدثون باسم الشعب الليبي دون أن تكون لهم الشرعية الشعبية عبر الانتخابات. هذه الأجسام، لاحظ إذا أخذنا عقيلة صالح أو خليفة حفتر أو عبد الحميد دبيبة مثلا في انتخابات ديسمبر 2021، مخرجات جنيف تقول بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية لا يمكنه الترشح للانتخابات، يسير هذه الأزمة على أن يسلم المهام لرئيس حكومة أو لرئيس جمهورية منتخب. عبد الحميد بيبة ترشح لانتخابات ديسمبر 2021. الزملاء تحدثوا حقيقة عن القاعدة الدستورية رقم 13 التي سمحت للعسكريين ومزدوجي الجنسية، هم لا يقولون بأنها على مقاس المترشح خليفة حفتر، وبالتالي المفارقات كبيرة جدا. وأكبر خطأ أن نعتبر الانتخابات أو تنظيم، أين هي الظروف التي ستجرى فيها الانتخابات؟ لأن الانتخابات يمكن الاتفاق، لكن هل يمكن اعتبارها على الأقل خطوة إلى الأمام؟ يعني لا، يجب الحل أن يكون من الجذور. لا، كل يعني ليبيا في وضع خطير جدا، هذا أمر مفروغ منه، لكن الظروف ليست مهيئة. وكأن باطيلي يريد أن يفرض أمرا أو يمنح مناورة لهذه الأجسام السياسية، فمجلس النواب أو مجلس الدولة يقولون بأن هذا تدخل في الشأن الليبي أو محاولة فرض أمر من، لكن بالمقابل عبد الله باطيلي في البداية تودد للليبيين، توسل الليبيين باقتراح حلول ليبية لهذا المأزق السياسي، لكن كما قال الزملاء وهو الأمر الظاهر للعيان، هذه الأجسام السياسية تأخذ الشعب الليبي كرهينة
تخدم مصالحها الضيقة جدا باسم المصلحة العامة، وهذا الأمر أصبح يعني متاحا. طيب. وأي مبادرة سيعتبرونها تدخلا، وهذا من أجل إطالة الأزمة أو إبقاء طيب. هذه الظروف التي تبرر تواجدهم في نعم سيد حكيم. سيد عادل عبد الكافي، الإرادة الأممية هذه يمكن أن تتحول حسب الرافضين لها إلى تدخل في الشأن الليبي، وقد تعطل هذا المسعى مرة أخرى كمثل المساعي الماضية الأممية من أجل حل الأزمة الليبية، ما رأيك؟ حقيقة ما دفع بالأمم المتحدة وبالولايات المتحدة إلى الضغط على نقول النخبة السياسية والاجتماعية في ليبيا للوصول للعملية الانتخابية هم مجلسي الدولة وكذلك مجلس النواب. هنالك هذه الأجسام لديهم أجندات ينفذونها هي لبعض الدول الإقليمية التي لا تريد ليبيا الاستقرار، فأصبح هنالك ضغط نظرا أن هنالك مصالح للولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الأوروبيين بشأن تواجد المرتزقة الفاغنر وكذلك المرتزقة الأفارقة الذين أصبحوا يهددون أمن واستقرار بعض الدول الجوار ليبيا، قيامهم بعمليات عسكرية داخل هذه الدول، العمل على إسقاط أنظمة هذه الدول وإقامة أنظمة تابعة لروسيا. فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية من خلال حرصها على مصالحها في ليبيا وكذلك في أفريقيا تسعى بكل جهدها إلى إنجاح العملية الانتخابية. نعم كما قال ضيفك من الاستوديو بشأن أن الولايات المتحدة الأمريكية يعنيها في المقام الأول مصالحها ولم تدعم حقيقة حتى لو على سبيل المثال وليس الحصر المسار العسكري بشأن إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة المتواجدين على الأراضي الليبية، ولكن عندما يتم المقارنة ما بين التواجد التركي وما بين المرتزقة الفاغنر فهذا حقيقة منافي للصواب، نظرا أن المرتزقة الفاغنر أتوا بطرق غير سليمة بدون أي اتفاقيات وصولا من سوريا إلى الأراضي الليبية عبر المنطقة الشرقية بدعم كامل من معسكر الرجم الذي لم يقدم معلومات بعد تكوين لجنة العشر أو 5+5 كما يطلق عليها في جنيف ومضى على عمرها ما يقارب عن عامين. نعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الأوروبيين لم يقدموا الدعم الكامل لهذه اللجنة حتى تعمل على إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، ولكن تسعى إلى نقول تحقيق مطلب بعض النخب السياسية وكذلك الشارع الليبي بشأن أن يكون هنالك جسم نواب منتخب وحكومة تقود كل أرجاء ليبيا، رغم حقيقة الحكومة الحالية هي أتت بتوافق ما بين معسكر الرجمة وعقيلة صالح وكذلك طرابلس والمنطقة الجنوبية، ومع ذلك لم تخضع لها هذه المناطق ولا هذه المسميات التي ذكرتها منذ قليل. على العكس عرقلوا عمل هذه الحكومة، كذلك عرقلوا عمل المجلس الرئاسي، لم ينصعوا لأوامر المجلس الرئاسي بصفة القائد الأعلى، أصبحت هنالك تحركات عسكرية ومناورات مشتركة مع المرتزقة الفاغنر. فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب التي أشعلتها في أوكرانيا والتي تقودها عبر أوكرانيا بأسلحتها الحديثة. طيب لكن سيد عادل خلينا في المبادرة الأممية هذه، هل تملك كل الآليات من أجل تنفيذ مبادرتها في الساحة الليبية؟ نقول الآن الخطة التي تعمل عليها الأمم المتحدة طبعا تحت غطاء الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح العملية السياسية بتكوين نخب يعني نقول جديدة أو إنشاء خارطة طريق أخرى يكون من خلالها الوصول إلى الانتخابات خلال هذا العام. نعم أقول الوضع والمشهد في ليبيا صعب، لن تنجح أي مبادرة دون أن يكون هنالك توافق حقيقي ودعم كامل من أهالي المنطقة الشرقية من النخب السياسية المتواجدة في المنطقة الشرقية، عدم هيمنة معسكر الرجمة وكذلك مجلس النواب على هذه المبادرة، كذلك في طرابلس عدم هيمنة مجلس أعلى الدولة على هذه المبادرة. نعم نقول هذا ربما سينجح لأن هنالك نخب سياسية كثيرة كذلك نخبة اجتماعية ربما تدعم هذه المبادرة حتى الوصول إلى عملية انتخابية، لأن حقيقة فشل مجلسي النواب والدولة في إحداث توافق فيما بينهم والتلاعب الذي لازال يمارسونه إلى الآن هذا لن يقودنا إلى العملية الانتخابية وسنظل في نفس الدائرة المغلقة. فلذلك هنالك تجاوز من المجتمع الدولي للوصول إلى العملية الانتخابية. بالتأكيد
تواجد مرتزقة سيهدد العملية الانتخابية، سيهدد الاستقرار، يجب العمل بداية على إخراجه من الأراضي الليبية. ولكن يبدو أن التفاهمات التي تدور الآن ما بين تركيا وروسيا يعني مسيطرين حقيقة على المشهد العسكري والأمني على صعيد ليبيا باستخدام أطراف محلية. فتدخل الولايات المتحدة الأمريكية الآن وبثقلها وخوضها لمسار سياسي وكذلك عسكري، عندما زار مدير وكالة CIA معسكر الرجمة وكذلك طرابلس، كذلك قائد قوات جوية الأفريقي من الإدارة العسكرية السادسة عندما زار تحديدا معسكر الرجمة، وإبرازه لأدلة وإثباتات عن حجم الدعم اللوجستي الذي يقدم من خليفة حفتر ومعسكر الرجمة للمرتزقة فاغنر. فهذا حقيقة أصبح يشكل خطر، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية الآن تسعى إلى حماية مصالحها من تدفق النفط والغاز من الأراضي الليبية إلى حلفاء الأوروبيين وكذلك إليها، فلذلك هي تعمل على إحداث استقرار وإنجاح العملية الانتخابية. نعم كذلك سيدة. تكوين قوة عسكرية لحماية هذه المواقع الحساسة. نعم سيد فرج، رغم المعارضة من مجلسي النواب و المجلس الأعلى الليبي، المجتمع الدولي، غالبية الهيئات الدولية تميل إلى ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات، وكذلك غالبية الفواعي الليبية الداخلية، يمكن القول أن الانتخابات يمكن أن تجرى هذه السنة على أساس هذا الإجماع الدولي والداخلي؟ نعم أستاذ حمزة، طبعا لدي فقط تعقيب بسيط على ضيفك الكريم الموجود معك أعتقد في الاستوديو عندما تطرق إلى موضوع ترشح السيد بيبة. طبعا نحن نعلم أن عندما سئل السيد السائح وهو رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا في ذلك الوقت بعد صدور قانون رقم 1 لسنة 2021 حول قانون الانتخابات الرئاسية، سئل بالحرف الواحد هل يجوز للسيد بيبة رغم تعهده بعدم الترشح أن يترشح؟ فأجاب السيد السائح الدكتور عماد السائح نعم. لماذا؟ قال لأن القانون الذي أصدره مجلس النواب في ذلك الوقت اللي هو القانون المشار إليه قانون رقم 1 لسنة 2021 لم يشر لا من بعيد ولا من قريب لخارطة الطريق، وهذه كانت أحد الثغرات والمفخخات التي صنعها مجلس النواب بنفسه وارتدت عليه. القانون نفسه هو الذي منع للأسف من قيام الانتخابات في ذلك الوقت، كونها أولا لم تصدر بطريقة توافقية، ثانيا طريقة صياغتها، ثالثا المفوضية العليا للانتخابات نفسها طالبت بعدة تعديلات، وقال السيد السائح نفسه في عدة تصريحات وآخرها كان عندما تم استدعاء للتحقيق عن فشل الانتخابات تحت رعاية شكلها مجلس النواب نفسه وكان مفترض أن تكون لجنة مستقلة، السيد السائح قال بالحرف الواحد أننا استلمنا قوانين لم نتفق عليها وأن القوانين نفسها كانت أحد الأسباب في إفشال العملية الانتخابية. نحن من خلال دعمنا لخطة السيد باتيلي نريد أن نتفادى هذه الأخطاء من جديد، لأن السيد عقيلة والنواب المتحالفين معه وبعض الجهات التي الآن تسعى للتمديد ومحاولة التموضع من جديد وكسب نوع من المزايا في المشهد الجديد لو حاولوا خلقه كانوا يتظاهرون بدعم الانتخابات، الآن هم من يقف ضدها ويدعمون مساعي عقيدة ومساعي السيد المشري الذي للأسف أيضا أصبح نوعا ما تابع لي. طيب آليات الأمم المتحدة لتطبيق خارطة الطريق مبادرة باتيلي؟ نعم طبعا هذا الإجماع الدولي، هذه الرغبة الأممية، كذلك إجماع داخلي ليبي، يعني يمكن القول هذا يؤشر إلى أن الانتخابات يمكن أن تجرى هذه السنة باختصار إن أمكن. نعم طبعا هناك، أنت طبعا أخي حمزة قلت أن هناك ربما عدم إجماع، ولكن أؤكد لك أن الإجماع هناك إجماع ليبي، المعارضة الوحيدة لا قلت إجماع ليبي، أنا قلت إجماع ليبي داخلي تقريبا ما عدا معارضة مجلس النواب والمجلس العام. نعم هذا هو التوصيل الصحيح، مجموعة من أعضاء مجلس الدولة، مجموعة من أعضاء مجلس النواب بقيادة رئيسيهما
وأيضا بعض التكتلات التي تستفيد من بقاء وتمدد المجلسين، بالإضافة طبعا إلى بعض أو أحد الدول الإقليمية التي باتت من الواضح أنها تدعم أو بالأحرى ترسم أي خطة يقوم بها مجلس النواب. وهنا أتكلم بصراحة عن للأسف الجارة مصر. طيب. طبعا بالنسبة للآليات، طبعا أكيد لديكم علم، وإن لم يكن هناك مؤتمر صحفي سيقوم به السيد باتيلي يوم السبت القادم الساعة 12 بتوقيت ليبيا من طرابلس، وحسب ما وصلني أنه سيقوم به بتوضيح وإضافة أكثر عن ما ستتناوله مبادرته. أعتقد السيد باتيلي سيقوم بإعطاء فرصة أخيرة للمجلسين بالانخراط في مبادرته، وإلا سيتم تجاوزهما بالكامل. أعتقد المجلسان يشعران الآن بضغط هائل، ولا بد أن يخرجوا ب واضح من التنازل، واضح، لكي تكون لهم مساهمة في هذا. واضح سيد فرج، واضح سيد فرج، نعم واضح الفكرة سيد فرج. سيد حكيم، مثل ما توقع سيد فرج، ممكن باتيلي إما سيمنح فرصة أخيرة للمجلسين، إما أن ينضمان لهذه المبادرة، أم يتم تجاوزهما، ما الذي تتوقعه؟ هذا إذا دعاهم فهذا أمامهم فرصة كبيرة للالتحاق، لأنه لا يخفى على أحد بأن ليبيا هي تحت الوصاية الأممية، وهؤلاء أو تلك المؤسسات لم تنبع من شرعية شعبية أو من انتخابات، وبالتالي فهم يدافعون حاليا، هم يتظاهرون بالرفض، لكنهم في الداخل يوجدون في موقع ضعف، لأن حتى الرأي العام الليبي لم يتحرك لمساندتهم أو مساندة هذا الرفض. على كل، أمام باتيلي أعتقد بأن إذا سلمنا بأن مبادرة باتيلي ستقبل، فالكل يتساءل في ليبيا على أي معايير أو على أي أسس سنختار أعضاء هذه اللجنة الرفيعة المستوى التي ستسير وستحضر الانتخابات، وبالتالي هم يطرحون إشكال ما بعد مرحلة أو ما بعد مبادرة باتيلي. وبالتالي أهم أمر أعتقد بأن رفض الليبيين التصالح فيما بينهم هو أكبر عقبة كذلك لتجسيد هذه الانتخابات. لاحظ بأن الليبيين يسافرون إلى القاهرة ويستقبلون كل يعني دول العالم، فقط لم يجلسوا فيما بينهم من أجل التوافق على حل رسمي. تخيل لو يجتمع عبد الحميد بيبا وخليفة حفتر ومجلسي النواب والدولة ويتفاهمون في مؤتمر وطني تصالحي لمصلحة دولة الليبية. ثانيا، ترى أن المصالح الضيقة يعني بين الأطراف الليبية هي من رهنت مستقبل ليبيا؟ هذه الكيانات السياسية هي تعرف بأن تنظيم الانتخابات سيجعلها تغادر هذه الساحة نهائيا. هم يريدون ضمانات بأن يكونوا في مرحلة ما بعد الانتخابات حتى يستمرون في المنافع والامتيازات التي يستفيدون منها على حساب مقدرات الشعب الليبي. لاحظ بأن مؤتمر باريس في 12 نوفمبر 2021 أهم أمر تم تناوله عدم الطعن وعدم الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية. هذا يؤكد بأن الكثير من الأطراف الخارجية تكون قد اختارت من سيترشح ومن سيفوز حتى توجه الأزمة الليبية لخدمة الخارج، لأن الضغط الدولي ظاهر كثيرا، وهذه الأجسام السياسية الضعيفة داخليا تتقوى بمحاور خارجية لديها ثقلها العسكري والدبلوماسي والمالي، وتؤثر على المستوى العربي والمتوسطي والمستوى الدولي. ولهذا فالأزمة الليبية هي حقيقة أزمة داخلية، لكن بأبعاد إقليمية وبأبعاد دولية خطيرة، زادتها تعقيدا تبعات الأزمة الأوكرانية وما خلفته من احتياجات للطاقة وإعادة تشكيل الوضع في إفريقيا مع دخول روسيا إلى القارة الإفريقية والصين كذلك وتركيا كلاعبين أساسيين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى إلى تدارك خسائرها. طيب. من خلال تواجد بقوة في الأزمة الليبية. نعم سيد حكيم. سيد عادل، رئيس مجلس النواب تقدم بمقترح لتشكيل حكومة جديدة للإشراف على تنظيم الانتخابات، وهذا امتداد لمعارضته لوجود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، والأخير كذلك وجد في خطة باتيلي فرصة ذهبية للإشراف على الانتخابات تحت قيادة أممية تلغي مجلسي النواب والأعلى
للدولة. البعض قال أن الشأن الليبي بقي رهينة لصراعات داخلية ضيقة، ما رأيك؟ نعم، وأيضا أتفق مع هذا الرأي، وأيضا أصبح رهينة لصراعات إقليمية ودولية. هذه حقيقة واضحة للجميع، لكل من يتابع المشهد في ليبيا. مجلس النواب يتحرك بإرادة تحت إرادة دول إقليمية ودول غربية وحتى من روسيا، كذلك في طرابلس. يعني الوضع لا يختلف كثيرا، ولذلك التمسك بالنجاح العملية الانتخابية هو أهم عامل رئيسي الذي سينهي تواجد هذه الأجسام السياسية التي أصبحت تنفذ مصالح هذه الدول، كذلك مصالحهم الضيقة باستمرار في المشهد، ونقول ورسم الخارطة السياسية أو الانتخابية القادمة وتفصل على أسماء وشخصيات معينة. فلذلك تصور الشعب الليبي الآن أصبح يعاني الأمرين من هذه الأجسام، يريد خروج هذه الأجسام، يريد التعاون مع، يعني نقول مع أي خطة تخرج هذه الأجسام من المشهد، مجلس النواب، مجلس الأعلى للدولة، والذهاب إلى الانتخابات. من استطاع أن يحصد الأصوات لكي يتصدر المشهد فكان بها، يعني هذا هو الذي سيمثل. طيب سيد عادل، سيد عادل، أطراف أو قرأنا لآراء وأطراف محسوبة على المجلسي النواب والمجلس الأعلى شككت في الدور الأمريكي واعتبرت أن واشنطن تريد فرض خارطة طريق أو حل يناسبها وإلغاء كل المبادرات الأخرى، إلى أي مدى هذا صحيح؟ سيدي الكريم، هؤلاء أصبحوا الآن يشككون جميع المبادرات، مع أنهم في مرحلة معينة من عمر ليبيا كانوا يعملون تحت هذه المصالح، أو مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، مصالح روسيا، مصالح بعض الدول الإقليمية. فعندما لا تصب هذه المصالح أو الاتجاهات أو التغيرات الجديدة نظرا للتطورات على مستوى العالم، مثل ما أشرنا في بداية حديثنا أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تخوض حرب سياسية وعسكرية ضد روسيا وعن التمدد الروسي سواء كان على صعيد أفريقيا، تهديد مصالحها ومصالح حلفاء الأوروبيين، فأصبح هنالك يعني نقول تغيير في قواعد اللعبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا التغير لم يعد يتوافق مع تطلعات الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا، فلذلك هم يعترضون. حتى من هنالك من وصل إلى التهديد، حتى أعضاء مجلس النواب إلى التلويح بالتهديد وحمل السلاح ضد الأمم المتحدة، وللأسف يعني هذه الشخصيات تمثل مجلس النواب. ولذلك عندما لا تصب هذه يعني الخارطة أو مصالح هذه الدول في لمصالح هؤلاء يعني الشخصيات أو هذا الجسم المتواجد في المنطقة الشرقية أو في طرابلس، بالتأكيد سيتم الاعتراض عليه والتشكيك فيه. فلذلك أتصور الآن عدم توافق مجلس الدولة ومجلس مجلس النواب على خارطة طريق والوصول إلى الانتخابات بما يتطلع إليه الشعب الليبي. عندما نتحدث يا سيدي الكريم عن أهم بندين وهي أن يحمل رئيس الدولة جنسية دولة أخرى، بالتأكيد هذا لا يوجد حتى في الدول الإقليمية التي تدعم مجلس النواب. كذلك التنحي من المنصب العسكري قبل الترشح، هذا أيضا موجود لدى هذه الدول. فلذلك إن استجاب مجلس النواب وتنازل عن هذين البندين، أتصور ستنجح العملية الانتخابية ويكون هنالك توافق. طيب واضح سيد عادل. نعم سيد عادل. سيد فرج فركاش، الدول الأوروبية طالبت قادة ليبيا بتقديم تنازلات لإجراء الانتخابات، برأيكم ما شكل هذه التنازلات التي طالبت بها الدول الأوروبية؟ نعم، هذا رأيناه طبعا في تصريح سيد المهراج سفير دولة فرنسا، الذي بالمناسبة نشر صورة اللقاء مع حكومة دبي على صفحة السفارة. ثم تفاجأنا بعد 20 دقيقة ببقاء الإدراج والمنشور ثم ومسح الصورة. هل هي تعليمات من الخارجية الفرنسية؟ لا ندري، ولكن في العموم ونحن تساءلنا أيضا ما هي هذه التنازلات. هناك من يقول أنه ربما مقابل أن يقبل السيد عقيلة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ربما يكون هناك اشتراطات بأن لا يترشح السيد دبيبة مثلا للرئاسة، وأيضا
ربما ستكون هناك خطوات أخرى من قبل بعض القادة الجدليين بين قوسين أن يأخذوا خطوة الوراء. كما نعلم أن السيد سيف عليه نوع من الفيتو الغربي، سيف الإسلام مثلا من الترشح، سيد حفتر هناك رفض له من الغرب الليبي، سيد بيبة ربما أيضا له نفس الاعتراض من بعض الفئات في الشرق الليبي وأيضا في الغرب الليبي نفسه من بعض المنافسين له. فربما هذه بعض التنازلات مقابل ربما تراجع السيد عقيلة والرضا بأن يكون سيد بيبة يبقى في المنصب إلى حين إجراء الانتخابات. كما أشار السيد عادل، المعضلة الحقيقية هي الخروج وهي هدف اللجنة أعتقد العليا التي سيشكلها، التي بدأت بالفعل في تشكيلها وأصلتنا أيضا بعض الأسماء التي لا نريد ذكرها، ولكنها ستكون لجنة مختصة فنيا ولغويا في صياغة القوانين وأيضا في الفقه الدستوري وفي الدستور، بحيث تخرج قاعدة دستورية منطقية تتطلب استقالة المترشحين، استقالة كاملة من المنصب وعدم ترشح مزدوجي الجنسية، شروط منطقية كما في معظم دول العالم، بأن تكون هذه الشروط منطقية بحيث تمكن ليبيا من إجراء أول انتخابات رئاسية بالإضافة إلى انتخابات البلدية. طيب ما رأيكم في من تهموا الدور الأمريكي أو تهموا واشنطن بمحاولة فرض خطة أو ورقة طريق أحادية يعني؟ في الواقع أخي كريم، الليبيون الآن يتعلقون بقشة لا تهمهم من أين تأتي هذه الخطة، ما دام أنها ستخلصنا من الاحتلال الداخلي الذي نحن موجودين فيه الآن. ما للأسف الآن في ليبيا ما يحتلها طبقة أوليغارشية، طبقة للأسف كليبتوقراطية كما سماها سلامة وكما سمتها أيضا ستيفاني ويليامز، لا تهمهم إلى مصالحهم. وضحت الفكرة. الخطة الأمريكية لم يبقى لي كثير من الوقت سيد فرج انتخابات فركاش. انتخابات تجديد الشرعية السياسية. طيب. فالشعب الليبي أعتقد طيب. لن يمانع. وأعتقد هذه مهمة بتيلة. واضح سيد فرج. واضح سيد فرج. وصلت الفكرة سيد فرج. مضطر لمقاطعتك سيد فرج. دكتور عبد الحكيم، الدور الأمريكي كيف ترى؟ والمطالبات الأوروبية كذلك بتنازل القادة الليبيين أو تقديم تنازلات؟ لا، هو في المسار التسوية السياسية ستيفاني ويليامز أعتقد بأنها كانت المبعوث الأكثر قدرة على تجسيد المسار السياسي، وليس بالضرورة أن يكون مسارا في صالح ليبيا أو في صالح الأسام، لأن ستيفاني ويليامز هي التي أنجحت اجتماعات جنيف وفرضت عليهم ثلاثة خطط كانت حتى لا يتحجج الليبيين، ونجحت في تعيين رئيس حكومة وتشكيل لجنة زائد خمسة خمسة زائد خمسة، لأنها أمريكية ولديها القوة الأممية والخلفيات الغربية إن صح التعبير. المبعوثين الآخرين حقيقة جنسياتهم تطرح إشكالا كبيراً. باتيلي هذا سنغالي المحسوب على إفريقيا كذلك، أعتقد بأن التعامل مع ستيفاني ويليامز كان الأقرب. بالمقابل هناك أطراف تقترح تفعيل القوانين العقوبات لكل من يعرقل مسار التسوية السياسية، وهذا تم العمل به قبل ديسمبر 2021، فتوقفت كل الهجمات والتصريحات النارية في حق التسوية السياسية، لكن تلك الأجسام التفت على التأجيل وعلى الإلغاء بطرق أخرى، وعليه فالظروف في ليبيا أمنياً أو اقتصاديا أو اجتماعيا لا تسمح بإجراء الانتخابات، وأتحدى من هنا عبد الله باطيلي إن نجح في تجسيد هذه الانتخابات. دكتور عبد الحكيم بورا المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. والسيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري، خبير المستشار العسكري واستراتيجي من طرابلس عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. والسيد فرج فركاش باحث سياسي من ويلز ببريطانيا عبر الهاتف كان معنا كذلك، شكرا جزيلا لك. شكرا كذلك موصول لكم مشاهدي الكرام. حمزة بدوي يحييكم وجميع طاقم برنامج حديث الجزائر، إلى لقاء آخر، السلام عليكم.